ما مشتاق لك، ما جاي أفكر بيك. أول مرة تبعد والقلب ناسيك. مشتاق لأيام ذا فويس؟ هو الذكريات حلوة يعني، ذا فويس تجربة، كانت تجربة جميلة يعني، وأكيد أشتاق يعني. هاي كانت واحدة من الفرص اللي جت لك اللي حكيت عليها قبل. فرصة إيه، بس يعني بصراحة أنا حسيتها تجربة مو ناجحة كانت بالنسبة لي. سبب؟ ما أعرف، جزء من عندي، تقصير من عندي يعني يكون. ما كنت مستعد يعني؟ احتمال. احتمال ما كنت بالمستوى المطلوب يعني يمكن. زين، لو هسه تروح لذا فويس، طبعا ذا فويس كان قبل فترة يعني مو قليلة. لو هسه تروح ما تروح. ما راح. ليش؟ ما راح. يعني قلت لك التجارب حلوة. أنا أحب أجرب يعني، بس مرة واحدة كافي يعني. جربت مرة عرفت إنه شو الموضوع خلاص. لا، لو ما مجرب قبل، هسه إجت لك الفرصة. احتمال تشارك بذا فويس. احتمال أروح، احتمال كنت أكون يعني مستقر بكل شيء، أضبط يعني، أكون بالمستوى المطلوب للبرنامج يعني.